FM. El Kil Malik. Yo. البارح حركة النهضة أطلقت الدورة الثانية لماراثون النهضة. ماراثون النهضة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 33 تأسيسها في البلفيدير. دونك برشا حمام وصقور البارح في البلفيدير يعملوا في الماراثون. فكرتني في الخال البجبس قال لهم واحد يقول لي حمام والاخر يقول لي صقور، فبحيث هذه امور نتاع السفر ما نفهمهاش. اما بصراحه ما شفناش قيادين في النهضه في الماراثون. اها ما شفناش معناتها راشد الغنوشي في الماراثون، ما شفناش عجمي الوريمي، ما شفناش لطفي زيتون حتى لطفي ما جاش. لا انا مستاء، انا مستاء. وريو للناس انتم منفتحين وكذا وتجريوا في الماراثون وكذا. سي بري ولا يتكلموا برشا في انتولا يقولوا عندها 30 سنه تاسيسها. ماني مريش 30 سنه، 30 سنه 33 سنة. ولا 33 سنه معناتها كانت حركه. فهمتي ما نساوش الا فما ارهاب دخل تونس عام في الثمانينيات اللي ما كانش موجود جمله واحده في تونس معناتها ولا صاير. فهمتي في كل الموسيقى وقمله في المستير بريتو ساره بيتش، وفما مراه انجليزيه ضربت وفما فنتولاو معناتها وستعرف بهم محمد جبالي واعتذر في التونس. فهمتي واحنا قلنا ما قالوا عمليات فرديه وكذا معناتها لا معناتها مش مسافرين القاعده نتاعهم الشعبيه. تعرفوا فهمتوا لا معناتها وقت لا تعطي انت تطلق الدين فهمتوا لا. وعلى كل معناتها انا ما شفتش مره صار اضراب ولا صارت مظاهره في الحركه. فهمتي قلنا مرحبا بهم وضد الاقصاء معناتها على بشرط كيف يدخلوا شويه شويه، وما احناش ما نقصوا حتى حد في تونس، والاقصاء ديما يكون معناتها الكبت مش باهي الانفجار. على كل ما لازمنا فهمتوا لا نفهموا حاجه فهمتوا لا وقت لا معناتها يمشيوا شويه ومعناتها يدخلوا في يندمجوا مع المجتمع ويبعدوا عن الامور معناتها التفكيريه، لان الارهاب اللي دخل تونس وشكون غذاه وشكون اعطاه معناتها النشاط وشكون معناتها فما بيان صار سي فوزي قلبه مع بي سي فوزي قلبه مع بي شكون دخلهم شكون موالهم شكون اللي بنت اسئله مطروح اسئله مطروح وعملوا معناها خطه تكتيكيه كتكدو لعبوا كتكدو تكتيكيه كانت مع مصر ومع سوريا مع واحد نتاع الخلافه الاسلاميه اتسترا. هذه كانت موجوده الخطه هذه بدات بزلة اللسان نتاع خونا الجبالي خلاف اللسان والاخر يتدربوا في الرياضه والاخر معناتها ما نساوش هذا الكل يتدربوا في الرياضه. سي فوزي بن زرتي ما في باله بشيء معناها ما تصور ماراثون انا ما نتصور انا نكره تصور عايش. لا تصور ماراثون تاع انتخابات رئاسيه بيان سور. دونك عندك المرشحين قاعدين في الماراثون تمشي نطلقوا في ديبار. بالله سامحني انا لا اللوم على استنى مش اللوم علي اعلام الكل تفضل، لان قبل الانتخابات اللي فاتت وقت اللي تجيب فما 150 حزب تقريبا، تجيب حزب تجيب معه واحد الناظر، جيب حب اكس جيب واحد ناطر كيما توا معناتها فما كان من نورمال تعطاهم شعبيه اكثر من اخويا. جيب 100 حزب وجيب واحد معناتها ان فوكسر معناتها عملتوا انتوما معناتها الدعايه من غير ما تشعروا في الاذاعات الكل والتلفزيونات الكل هذا من ناطر عليه والاخرين عليه مش موجودين. فهمت عملتوا لهم دعايه معناتها في الانتخابات القديمه، رغم الانتخابات القديمه عندي عليها برشا اعتراضات وعمرها ما كانت. نحكيو على الميل السياسي، الميل السياسي في الانتخابات القديمه، نحكيو على الاحزاب اللي عطاوها. قلت الميل السياسي انا حكيت الميل السياسي منين جبتوا الفلوس؟ معناتها ما تقولوا زين ومنش عارف وضرب لسية وشنو عبر وانتم وين منين اعطيني الشفافيه نتاع الفلوس. الكل طلعوا كيف يعني هكا هو هادي سيدي. انتخابات رئاسيه في ماراثون دونك مترشحين للرئاسه تو قاعدين تسابقوا على الكرسي نتاع الرئاسه. واضح باش نعطيك انا فوم جيكال نتاع الماراثون وانت وانت ابدا روحك تعليق هذا في بالفيدير. في بالفيدير يا ربي يتحل باب الصيد في تسير دي الماراثون. اذا سيداتي والسادة احنا في الماراثون في بالفيدير بالتحديد ماراثون للانتخابات الرئاسيه، نشوفوا في خط الانطلاق عده اسماء. شكون اللي بسلامة مول حمراء ولا بجبوش باش يقيد سبسي من غادي بسلامة مول حمراء انا نشوفه فيه لابس شابو تعمل كيف بيضاء قاعد يسخن في جنبه اي الشابي سيد احمد الشابي في جنبه
سيد احمد الشابي في جنبه تبارك الله خفه ورشاقه قاعد يسخن. ايوا شكون اخر مغادي نبيل ثبت معايا؟ مصطفى بن جعفر مصطفى ستوفا ستوفا سبادري يقتل لابس ويعمل كيف الله يعمل في مشوى حوت قبل ما يد اي سله الحوت في يده وجو بايد هاللي قريب يعني إشارة الانطلاق. راشد غنوش شاد حمامة مش طيارها ديجا راشد نشوف فيه ماهوش في الواحد ما علاش نبقى فوق المادة يشجع. ايوه يشجع ولتو ما شفنا حد من النهضة. وانطلق انطلق الماراثون انطلق الماراثون والحمد لله. شكون في المقدمة؟ شكون في المقدمة؟ فما كوكبة كاملة وبشبوج وراها يمشي الهوينة قاعد يضحك ذا اللي يضحك اي يضحك ايوه مش قالك مش في مش في الزربه راه قالك في ما يسبق للسوق كان درشكون أيوة. معاه ايوه وبشبوش توا تجي الهبطه اش لابس في سقيه بشبوش غزاله ذا لا لا لابسك العجالي شتم او قش في الامتحان والله فاتوا بالكل الله يتزحلق بالعجالي مش نورمال بشبوش يفوت الكوكب الكل كمل نبيل كمل عندك الحكاية قص البث اللي قص البث علينا نرجع بعد شوية ونثبتوا شكون وصل لمنطقة الوصول قص عملنا ديريكت للفيديو ورجعنا ما انت شكون اما البشبوش يعمل كيف ها شوف تشبه عمرة بيه مازلنا نحكيه على النهضة وراشد الغنوشي طاهر بن حسين طاهر العدو السياسي لحركة النهضة مش عدو سياسي مش عدو سياسي هو يصرح بل بل كان هو اللي مات في المحطة هو اللي خباهم هو اللي عداهم واللي ضرب عليهم بالبنية نحكي توا الوقت الحاضر يصير وقت اللي شافوا ان هما غيروا الاتجاه خرجوا على الاتجاه السكة السكة بطبيعة الحال باش هذاك الدافع على اي بون فما تصريح غريب شوية قال قريبا سأتناول العشاء مع الغنوشي شفتوا محلاها تونس قال في تصريح هذا معناتها وقت اللي قابل الغنوشي ومعناتها وجه له دعوه للعشاء قال الغنوشي اوكي سي بون نجي نتعشى بحدك فما مشكل هنا في شنو المشكل؟ في العشاء شكون مستدعي الاخر ربي يوضح لي الطاهر مستدعي الغنوشي الطاهر مستدعي الغنوشي ربي يستر نحط له شيء زعما معناتها زعما باش يكون عشاء سياسي خالي من المشروبات الانتخابيه اي هذيك هي هذاك علاش قالوا امور غير عنده مشروبات اي تاع فرنسا اي معناها جازوز فرنسا وجو والاخر معناها بسيسه وحلبه تونسيه كيفاش باش تسلك الحكايه لا باش تكون خالي خلي العشاء خالي معناتها من اي المهم يسمي بسم الله اما هذه رشوه ولا قهوه ولا شنو يسميها هذه معناتها العشاء تفريك رمانه تفريك رمانه زعما اي شيء نفهموها ايوا توا راهو تونس الحوار هذيك هي تونس ما عندها حتى ملاذ وما عندها حتى ثنيه كان الحوار ولا غير الحوار ما فما حتى شيء اخر خلف الحوار ما فما حتى ثنيه اخرى انا الحوار معنا زيها مع حب الوطن وبصدق حب العلم مش حب الامه اي واضح واضح ولا مش واضح لا واضح واضح يحب الامه لا سامحني انت بورقيبي يحب الامه راهو سي فوزي الامه التونسيه الامه التونسيه اي ولا ايه اما فما امه ناسيون ايه الكبيره هذيك ايه كثير زمان معناتها اللي صار في العالم وفي مصر وفي واحد انت لا معناتها عمل فران برشا ناس عمل الامور تتغير حرك لابياس ولا نقص تونس هي الثقافه نتاع تونس راهي ولا مشينا معناتها ما كناش نمشي للضفه الاخرى المره هذيا من نهضه العجمي الوريمي قال تصريح تغزل به بالباجي قاد السبسي ايش قال انا اقرب اسمعني انا اقرب للباجي قاد السبسي منه الى نداء تونس شكون هذا؟ عجبي الوريمي قيادي في حركة الناس قال؟ أنا أقرب إلى الباجي قاد السبسي من نداء تونس معناتها معناتها يحب شخص الباجي قاد السبسي هي معناها واضحة الحكاية معناها واضحة فما تقارب فما زيجة قديمة معناتها قريبا سي صلى وسامى لأمر درا شنو فما كلمة كان نقولها السادة المستمعين نعطيكم الجو داخل الاستوديو سي فوزي البنزرتي قاعد يسخن باش يخرج نكملوا بالازرق يا دي بدل يا كوسا ونبيل تقول يدكك شد في الناقه بالسيف نختموا بالعراق باش ياك هاي هو بالعراق شويه داعش شويه كذا وين جماعه الدعوش غادي في داعش لا داعش الدوله الاسلاميه مخيب داعش هي الدوله الاسلاميه في العراق والشام داعش دونك هذه داعش تسيطر على المدن العراقيه كبيره في العراق داعش داعش مش صحيح فما تونسي غادي ينتمي لداعش استنى سي فوزي قالك مش صحيح فيش حبس
لا داعش اربع كعبات وكابر مش اللي في العراق ما مش برشا، اما اللي قاموا واللي احتلوا المدن هذوما راهو اكثرهم الشعب العراقي السنة اللي كانوا مكبوتين غادي هما بطبيعه الحال داعش. اسمي روحي داعش والله والله انا عندي انا عندي محضنة حضنوهم. وشكون حضنهم؟ حضنهم الشعب اللي كانوا مقهورين وكانوا مبوذين من طرف المالكي وغير المالكي. معناتها تبرر ما يقوم به داعش اليوم في العراق؟ مش داعش. مش داعش؟ لا مش داعش. مش داعش. داعش. أنا داعش ما هي ما هي الا نسبة يمكن 5% 10%. 5% من المجموع اللي احتلوا. معناتها احتلوا الموصل وتكريت داعش ما يكونوش أكثر من 10%. تو إيش نقول لك داعش باش نبداو واضحين ونعطيو الحاجة حسب رأيي أنا. داعش يعني ندرى هكا جات بك المجموعة هذيك فيسع ولا الجيش العراقي هارب والدنيا تقلبت وامريكا ما تحبش تعاون. امريكا ما تحبش تعاون. أنا لا داعش داعش مدعمة من برا مدعمة من برا والحكاية هذه هي نواة لتقسيم العراق كما عملوا في السودان وكما باش يعملوا في ليبيا. مخطط كبير برشا مخطط كبير برشا واحنا قعدنا ندعوا فما فما يا جماعه باش نختم باش بدي عليها باش نختم كانت ماشي في الاتجاه هذاك يا جماعه باش نختم فما تونسي فما تونسي فما تونسي ينتمي لداعش في العراق اثر عدد وصلنا غادي تم اثر عده قوات من المالكي وعاقبهم بعقاب خاص كلم انفخ شلبوق جرب اسمع معايا ما احلانا تونس ونمشي ان شاء الله في البر. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في العراق دخلنا الى الحدود. شو اسم الحدود هذه؟ هذا الموسى. انتوا ايش عيلوا ايش؟ شو اسمه هذا؟ شو اسمه؟ عديهم شو اسمه هذا؟ هنا قاعدين ما تقرر فيهم جماعة اللي اسرهم. هاي المنطقة؟ دخلنا الى الحدود العراقية جوا في رات الكبير قبضنا منهم قبضنا على اللي هرب هرب واللي قتلناه وهذم الكلاب هذم انظر هذم كلاب المالكي كلاب الهالكي الله اكبر وكبيرة. اذا كنتم جنود المالكي فنحن جنود الاحد ونحن جنود الاحد. انظر انظر يا اخي انظر 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 يا بلو المالكي والله الله علم العراق. انظر وزارة الداخلية حرس حدود العراق. انظر انظر هيك تعال قرب قرب ابقى هناك شيخ ابقى هناك انظر انظر يا سليح. دونك ما في خلال مخلي في العراق غادي معناتها انظر وزارة الداخلية حرس حدود العراق هذا علم العراق العالم الوطني كانوا في حي التضامن يعني هذا كلب مرتبس والله هذا انفخ 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 امشي امشي واضح. ايه تعطيني امين هذا تونسي اللي يتكلم تونسي منتمي لداعش غادي في العراق من لو حي داعش تونسي شوي شوي شلبك غادي لا ينفخ جاب لهم حكايه جديده انفخ وربي شيء من ولا العقل فورميدابل 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 نسمعوا بعديك نرجعوا بعد الاخبار معنا فوزي البنزرتي مرحبا بيك في نسل الكافيه كابافان الكلمه ليك